النهارده جايبين حاجة جديدة. عمكم أبو نسمة النهارده جاي وجايب معانا عملية اختراع شديدة. جاب فخدة كوكو وهيعمل عليها عملية حجامة. طبعا عارفين الحجامة طبعا. شوفوا. طبعا ده كل ده قبل ما هيسويه، قبل ما يعمل أي حاجة، ولازم يديله حجامة ويمص دمه ويظبطه ويروق عليه علشان يعرف إيه المعلم ياكله ويبقى متمزج ويبقى مبسوط. ده ابو نسمه خدوا بالكم كبير الاختراعات عندنا هنا. شوفوا بقى الاختراع التاني، دي عمليه فيزيائيه. ما شاء الله على الراجل ده، والله بيبدع، بيعمل ابداعات. روح يا راجل، الله يوعدك بجد ان شاء الله. زي ما احنا شايفين جاب 50 كيلو وعلقها فوق وحط خشبتين. شوفوا اصلا المعجزه دي، ما قلت لكم معجزه اللي خلاه يعمل الفخده حجامه، علقها من غير اي شيء. قطع يا معلم قطع. المرحلة الجاية أهم، على ما يخلص ويخلص التتبيلة ويتبل بسرعة. اللي مش متابعني يعمل لي متابعة وشير ولايك وكومنت. أيوة انزل بالتتبيلة يا أبو نسمة يا غالي يا رايق يا غالي عليا يا أبو نسمة يا أخويا. المعلم تبل تبل تبل، جنزبيل، الثوم، بهارات، 7 بهارات أهم حاجة. هو بس بيستعمل 8 بهارات مش 7، ماشي. الفلفل الناشف، ايوه لاني عايزها موحوح. ايه ده حطها في البرطمانات، ده شكله هيخللها. ده هتتملح. هي لحد هنا، وتعالوا بعد كده البارت 2. باي باي.